ندد البيان الختامي لاجتماع الاتحادات المهنية العربية والهيئة الصحية ذات العلاقة بقصف الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة واتباع سياسة الحصار والتجويع بحق أهالي القطاع. كما أدان البيان الختامي ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من حرمان ما يزيد عن 2 مليون شخص من المواد الأساسية للمعيشة والاستخفاف بالمجتمع الدولي ومواثيقه باستهداف المنشآت والطواقم الطبية والمدنيين. كما أعلن ممثلو الاتحادات العربية المهنية رفضهم سياسات التهجير القسري والإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ومنع وصول المساعدات الإنسانية إلى سكان القطاع، وأكدوا على التنسيق مع الهلال الأحمر المصري ومنظمة الصحة العالمية لتعزيز الجهود لدعم القطاع الطبي بالمستلزمات الطبية والمساعدات الإنسانية. إدانة الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني، يعني كلنا الحقيقة يعني بنساند الشعب الفلسطيني وبنقف وراءه، وبنحاول الحقيقة بالتنسيق مع الاتحادات العربية ان احنا نؤيد كافة المناشدات العالمية لوقف العدوان على غزة. هناك اخلاء قسري لبعض المستشفيات في حالات حرجة، هناك في تقريبا 60% من مراكز الرعاية الصحية ما حاصلة، ورسالتي الرئيسية ان احنا نركز على ماذا نعمل ونشوف كل واحد دوره ايش. في طبعا طلبات ان احنا مفروض اول شيء نعرف نتكلم عن المواثيق الدوليه ومواثيق حمايه حقوق الانسان، لما نتكلم على الاقل نعرف البنود ومن يقوم بدوره ايش. انا بالنسبه لي كصحه نقول ماذا نعمل، على الاقل كمستفدي كممثل منظمه الصحه العالميه ماذا نعمل من جهه المصريه مع وزاره الصحه المصريه في بالنسبه للجهوزيه في حاله الحالات جات، حالات الحرجه، حالات اللي تحتاج العلاج. تاكيد على يعني استنكار وإدانة حرب الإبادة القائمة والسعي بكل السبل لإيقاف العدوان وفتح المعابر باستمرار لمواجهة هذه الكارثة، والحرص والتأكيد على ضرورة الدعم الغذائي وكل أنواع الدعم الغذائي والوقود والدواء